هل شركات التكنولوجيا بتتصنت عليك؟ والله مش عارفة اجيبها لكم ازاي، بس في شركات كتير تقدر تسمع انت بتقول ايه، وعندها مبررات كتيرة جدا، زي ان هي بتحسن تجربتك او بتجمع منك بيانات عشان توفر لك مزايا احسن او انك تكون احسن على الشبكة بتاعتها، بس في النهاية هي فعلا بتسمع انت بتقول ايه. وخلال الفترة اللي فاتت كان فيه 3 قضايا مهمة جدا اثبتوا بشكل ما ان شركات التكنولوجيا فعلا بتتصنت علينا. اول قضية شركة ابل. ايوه شركة ابل بتاعت خصوصية المستخدمين وحماية البيانات وان هم خط احمر والكلام الكبير ده كله، بس كله كلام، لان صحيفة الجارديان رزعت ابل تقرير في منتصف الجبهة وقالت يا جماعة شركة ابل بتسجل لكم محادثاتكم مع سيري. سيري اللي هو المساعد الشخصي الصوتي اللي موجود على هواتف ايفون وساعة ابل ووتش. طب يا جماعة ايه المشكلة المحادثات دي تتسجل؟ لا في مشاكل كتير جدا. المحادثات دي مش بس بتتسجل، لا في موظفين لأبل بيسمعوا المحادثات ديت وبيحللوها وبيحطوها الفايل لحضرتك كده على جنب فيه كل بياناتك. طب ايه برضو المشكلة؟ لا في مشكلة اكبر بكتير، ان شركة أبل مش بس بتسجل المحادثات اللي انت بتقولها لسيري لما بتقول هاي سيري، لا كمان في محادثات انت بتقولها بتتسجل بالغلط من خلال سيري. الصحفيين لما قعدوا مع الموظفين بتوع أبل وقال لهم ايه يا جماعة طب المحادثات اللي انتوا سمعتوها، قالوا احنا سمعنا حاجات متسجلة من غير ما المستخدمين ياخدوا بالهم، يعني هم فعلوا سيري وقعدوا يتكلموا في حاجات تانية جانبية وسيري ما قفلش فالمحادثات اتسجلت. طب ايه برضو اللي انتوا سجلتوه ده؟ كان بلاوي سودا، زي محادثات ما بين الاطباء والمرضى، زي خناقات، زي علاقات جنسية، زي احاديث حميمية، يعني أبل معاها سديهتنا. سيري are you spying on me؟ No. بس سمعتني من غير ما اقولها. نصح. تاني قضية هي فيسبوك، اله الشر في سيليكون فالي. وطبعا فيسبوك كده كده عارفين ان هو يعرف عننا حاجات اهلنا نفسهم ما يعرفوهاش بسبب كمية البيانات المهولة اللي احنا بنديها له. ولو عايز تعرف اكتر عن البيانات وخطورتها وكل الحاجات دي ممكن تتفرج على فيلم The Great Hack اللي عملته نتفليكس عن فضيحة كامبريدج أناليتيكا واللي قلب العالم خلال الايام اللي فاتت. بس السؤال، هل فيسبوك بيتصنت علينا؟ عمرك اتكلمت مع اصحابك في حاجة وفجأة فتحت فيسبوك لقيتها موجودة عليها؟ طب مرة كنت ماشي وقلت انا جعان وفتحت فيسبوك لقيت اعلان او صفحة خاصة بالاكل؟ لو انت بيحصل لك كده فانت مش لوحدك، احنا كتير جدا. واللي يثبت دوت ان في قضايا فعلا مرفوعه على فيسبوك لناس كانت بتقول حاجات لاصحابها وفجاه لقيتها موجوده عندها في شكل اعلانات، ومع ان فيسبوك بينفي ومارك زوكربيرج قال لسيناتور امريكي في جلسه الكونجرس اللي فاتت لا احنا مش بنتصنت على الناس، لكن محدش يعرف، ممكن بكره نعرف ان فيسبوك فعلا بيتجسس علينا او بيتصنت علينا من خلال الميكروفون، وساعتها مش هتتفاجئ قوي لانك اصلا مدي الفيسبوك صلاحيه ان يستخدم الميكروفون بتاعك وانت بتنزل الابلكيشن. تالت قضيه هي الواتساب. مش تطبيق واتساب نفسه هو اللي بيتصنت عليك او بيسمع انت بتقول ايه، بس في شهر مايو اللي فات في تقارير قالت ان في شركه اسرائيليه اسمها NSO، الشركه دي استغلت ثغره موجوده في تطبيق واتساب وزرعت فيه برامج. البرامج دي بتعمل ايه؟ البرامج دي بتفتح الميكروفون بتاع موبايلك، بتفتح الكاميرا، بتاخد الصور، بتاخد الكونفرزيشن، بتاخد كل حاجه. وطبعا الشركه دي بتشتغل مع حكومات كتير جدا وكانت بتتصنت على ناس اصلا ليهم علاقه بحقوق الانسان وحاجات كبيره كده، هو يعني حاجه بسم الله ما شاء الله زي النيله. بس واتساب طلعت وقالت يا جماعه احنا خلاص اكتشفنا الثغره دي وقفلناها. بس مين عالم ان الثغره دي ما يكونش فيه غيرها وان الشركه دي مش زيها كتير حوالين العالم عايزين يعرفوا حضرتك بتقول ايه. اهم حاجه بقى علشان احنا لو انت بتستخدم واتساب وخايف من الثغرات والفيروسات والحاجات دي كلها، خلي عندك انتي فايروس، حدث واتساب باستمرار، خلي بالك من الصور اللي انت بتبعتها لاصحابك او من الكلام اللي انت بتقوله او الفويس نوتس، وما تامنش قوي الابلكيشنز دي كلها مهما قالت لك ان احنا مشفرين ومحادثتك مشفره، علشان الابلكيشنز دي مش امان. Thank you.